هنا بالمدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي يجتمع هؤلاء الطلبة، منهم باحثون عن فرص عمل، ومنهم من يبحث عن دورات تكوينية تتناسب وتخصصه. جيت اليوم لهاد الصالون باش نشوف لي زونتربريز اللي كاينين، فيكو هاد العام ان شاء الله عندي ان ستاج، جيت بور فوار لونتربريز اللي تخرج على لو تيم تاعي. راهي برك ما شاء الله كاين بزاف عروض، وقدرت نحط لي سي في تاعي في بليزيوغ زونتربريز اتاتيك و بريفي اللي بيان سور يكونوا عندهم علاقه مع التخصص ديالي. صالون الشغل فرصه هامه لعرض فرص العمل المتاحه واستقطاب كفاءات شبانية في مختلف القطاعات. جينا هنا نشوفوا لي زيتوديون اون لي زاكومبان، نشاركوا معاهم ونوروا لهم فرص الشغل، نوروا لهم فرص باش يديروا تكوينات في القرض الشعبي الجزائري. البحث عن متخرجي جدد في ميدان المالية، العلوم المالية والمخاطر، لأن شركتنا تمنح فرص عمل لمتخرجين الجدد، وأيضا نبحث على متربصين في هذا التخصص. الجديد في هذه الطبعة سيكو هذا العام نعمل على إنقاص من السير الذاتية الورقية، لهذا اخترنا أن ننشئ دي كود كيو آر باش نرسلوا السيارة الذاتية via هذا الكود كيو آر. استحداث فضاءات كهذه خطوة هامة للحفاظ على الكفاءات الجزائرية، وكذا تعزيز وإنعاش سوق العمل.